السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم وفاء من بيجو تخيفاتين. كنتمناكم كاملين تكونوا على خير وبخير. واليوم بغيت نقترح عليكم هاد لاباك والكورميت ديالو ديال المارياج اللي كيجي هكا. الناس اللي كيبغيو لاباك ديال المارياج تكون معاه الكورميت، كتجي على هاد الشكل هذا. لاباك والكورميت ديالو على هاد الشكل، كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. دابا غادي نشوفوا لاباك. لاباك كتجي على هاد الشكل هذا، فحجرات بيان سيرتي، كاين الاليونس السوليتير ديالو كيجي هكا، ومن اللور ديالو على هاد الشكل هذا، والداخل ديالو هكا. كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. دابا غادي نشوفوا الكورميت. بالنسبه للكورميت حتى هي كتجي على هاد الشكل هذا، فيها حجرات هنا مدفونين، يعني بيان سيرتي ما كتخافيش منهم. الكورميت ديالها هكا على هاد الشكل هذا، رقيقه ولكن صح العمل هكا الشكل ديالها. وهنا كاينه سداده على هاد الشكل هذا، وهنايا على حساب اليد ديالك كتسديها. دابا غادي نشوفوا لاباك ديال المارياج كيفاش غيجي في اللبسه ديالو. هو الكورميت كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم على هذا الشكل هذا كيجيو. وبالصحه والراحه.